السعودية تعلن مفاوضات مباشرة بين كبار المسؤولين السعوديين والحوثي، فلنشاهد تفاصيل المفاوضات. أدام الله أوقاتكم بكل خير. كشفت وكالة رويترز الدولية اليوم عن بدء مفاوضات مباشرة بين كبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وأن المحادثات المباشرة بين السعودية وحركة الحوثي اليمنية استؤنفت لمناقشة الأمن على طول حدود المملكة والعلاقات المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام مع اليمن. وذكر المصدر وفقا للوكالة أن سلطنة عمان تسهل المحادثات عبر الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية وجماعة الحوثي، وأضاف أحدهما أن ثمة خططا أيضا لاجتماع مباشر في مسقط إذ أحرز تقدما كافا. ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعقيب، وامتنع مسؤول في جماعة الحوثي عن التعقيب حسب إفادة الوكالة. وقال المصدر إن مسؤولين من السعودية وجماعة الحوثي ناقشا اتفاقا طويل المدى لأمن الحدود، إضافة إلى مخاوف الرياض المتعلقة بترسانة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة لتنفيذ هجمات على مواقع سعودية.